صباح او مساء الفل، على حسب بتشوف الحلقه دي امتى. الماتشات اليومين دول ضرب نار، دوري انجليزي سريع ودوري اسباني ودوري ايطالي، ويا دوبك كل يومين ثلاثه في ماتش. فعملنا لكم سلسله حلقات جديده اسمها خمسه تحليل في خمس دقائق، هنتكلم على خمس نقط نجيب فيها ملخص الماتش. مصطفى عفيرو، ايه رايك في ماتش امبارح برشلونه وبلباو؟ ماتش كان صعب والله. لو حطينا تايتل للماتش هنقول استعاده التوازن وفوز مهم في فتره صعبه. يا باشا توازن ايه ولا يا باشا احنا تعادلنا الماتش اللي فات يا باشا برضو يعني، وانتوا انتوا ركبتوا هايسين، فلا استعاده طيب التوازن طيب. طبعا اي نعم طيب. الاداء ما كانش احسن حاجه بالنسبه لبرشلونه، وواحد صفر يعني مش هقول بالعافيه لان كان كل الاستحواذ لبرشلونه. يمكن اتلتيك بلباو في اول الماتش خدوا حوالي اول 10 دقائق 15 دقيقه كده، هو كان في يعني شكلهم كان افضل فعلا. شويه بالظبط، وكان ويليامز طلع كده بكيف واحده على الخط وبتاع، كان شكل برشلونه سيء دفاعيا شويه، لكن كان استعاده التوازن هو النقطه الاهم. وسريعا بقى بما اننا هنتكلم بسرعه، فهنقول ان جريزمان بقاله يعني 6 ماتشات ما جابش ولا جون، وكان عنده فرصه مهمه جدا في الدقيقه 56 برده ضيعها وتغير بفاتي، فشكل جريزمان مع برشلونه مش احسن حاجه في الدنيا. طب تفتكر مش هينجح ولا هي بتبقى المرحله اللي لسه ما ثبتش؟ هو نفس الدوري مش حاجه غريبه، وفرقه مفروض اقوى، بس يمكن الفرقه ستايل اللعب مختلف، فيعني انا اتمنى ان هو يقعد سنه كمان، بس ممكن هم ما يصبروش عليه خاصه لو جبنا نيمار. بس زي بقولك ان الاستحواذ كان لبرشلونه، يعني خدنا تقريبا كان يعني في وسط الماتش وصلت الاستحواذ 73% لبرشلونه 27% لاتلتيك بلباو، يعني فكانت النسبه كبيره صح. جدا يعني صح. طيب ايه رايك في الاجوان؟ طبعا يعني هو الماتش خلص 1-0، راكيتيتش بعد ما نزل بسبع دقايق جاب الجون، نزل طبعا مكان بوسكيتس اللي هو اوريدي خلاص كان يعني على هياخد بدنيا كمان ويطلع وكمان خلاص يعني هو كمان مع تتابع الماتشات لازم يتغير، فبوسكيتس بعد ما نزل بسبع دقايق كرة تلخفنت كده، وميسي قام مديله الاسيست المتين، وبوسكيتس خلص على طول، وكده ميسي بقى 15 اسيست السنه دي. طبعا موسم هايل لميسي كالعاده يعني، وحضن هما الاثنين بعض الجون وبتاع. فطبعا خدت بالك من الـ 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 الاحتفال بتاع ميسي، تحسه احتفال ايه بتاع واحد مضغوط. ايوه وكان في كوره كان هيطرد فيها برضو زي الماتش اللي فات، دخله عنيفه قوي وبالباو اعترض، كانوا عايزينه يطرد. بعد كده بقى زي بقولك لما حضن راكيتيتش هما كان طلع عليهم كلام ان هما في ما بينهم مشاكل، لان في مشاكل الممر وبتاع. بالظبط كان مسلم على كل اللعيبه اللي هو، بس لا يعني حضن امبارح ده كده معناه ان الفرقه ايه على الاقل برجل واحد احذروا يا مدريديين. لا مش احذروا ولا مفيش يا باشا، لا هو احنا اعلى بكتير طبعا، بس يعني لا الحضن فعلا تحس ان في ضغط كده، هتشوف حوس تحس ان في ضغط كده على ميسي، والواحد ايه يعني هو بيحتفل مش الاحتفال الطبيعي، فاهم؟ دي حقيقه. اخيرا راكيتيتش، بس في نقطه مهمه ان هو كده وصل ل 50 جون في الدوري الاسباني، 25 مع برشلونه و25 مع اشبيليه، وبنسبه كبيره هيمشي اخر الموسم يعني. انا بص في الاول انا كنت شايف ان راكيتيتش مستواه اقل من برشلونه وما يستحقش المكان ده، بس بيني وبينك بالظروف اللي الفرقه بتمر فيها انا شايفه مهم يعني. بوسكيتس خلاص بدنيا مش بيكمل ال 90 دقيقه، وخد بالك برضو ريتم ماتش امبارح ما كانش سريع قوي يعني، مش زي ريتم الفرق اللي بتجري كتير. برضو متهيألي لا شايفه مهم في الوقت الحالي. طيب النقطه الثالثه، التغييرات والتكتيك اللي عمله كيكي ستان. والله بص يا كابتن فيرو، التغييرات انا شايف ان هي كانت مهمه جدا جدا جدا، وفرقت في الماتش وعلت الريتم بتاعه يعني. فاتي بجريزمان كان تغيير لابد منه، لان جريزمان ما قدمش شيء يذكر يعني. وريكي بويج مكان ارثور ميرلو او ارتور زي ما بيقولوا عليه بالاسباني يعني، اللي في كلام ان هو خلاص هيروح يوفنتوس. برضو كان تغيير مهم، والواد دوت اللي هو رقم 28 عشان الناس اللي مش متابعه، الواد ده نزل فرق جدا جدا جدا، ولو خد فرصه الفتره الجايه طبعا اكبر من كده يعني هيكسر الدنيا يعني.
وطبعا راكيتيتش بوسكيتس قلنا التغيير دوت وسواريز طلع في الاخر الماتش. بص بشكل عام انا شايف ان التغييرات لا فادت الفرقه. موضوع خمس تغييرات ده مفيد جدا لانه بيريح برضو اللعيبه على الضغط اللي صح. معاهم فالدنيا كانت كويسه جدا وتغييرات كانت والبريك الاخر ربع ساعه دوت يقفوا شربوا ميه وبتاع وردنا من الباسكت شويه بس تغييرات يعني برضو فادت الماتش وغيرت ريتمه زي ما بقول لك. وصلنا في الدقيقه 73 كان استحواذ 73% لبرشلونه وبرشلونه عايز يجيب الجون الثاني يعني ما جبناش الجون وعايزين ننام عليه لا كان برشلونه مكمل عايز يجيب جون ثاني وضيعت في كام كره ضاعت سواريز ضيع وكان في كام كره كده. طب اخر يعني من احب اسمع كده بقى ايه رايك في ترتيب الجدول من راجل برشلونه. انا اول يا باشا الاول حاليا يا باشا برضو يعني معلش انت لسه معلش. عندك ماتش معلش. مع مايوركا النهارده ربنا يستر عليك ان شاء الله وتتعادل ولا تخسر معلش عليهم طبعا معلش. برشلونه اول فرق 3 نقاط بس في انتظار نتيجه ريال مدريد ولو الريال كسب هيبقى هو اول عشان نتيجه الماتشين ما بين برشلونه ريال ناحيه الريال. الماتش الاولاني كان في برشلونه تعادل وفي سانتياغو ريال كسب 2-0 فعشان كده هو راكب اول ويعني طبعا احنا الماتش الجاي عندنا كمان بالباو عامه خلاص بقى في نص الجدول العاشر يعني ما فيش بالباو في الامان فلا عنده لا خايف ينزل ولا خايف ولا هيروح مراكز اوروبيه يعني الموضوع بالنسبه له بعيد بالظبط. طيب اخيرا عشان ما نطولش توقعاتك لماتش برشلونه الجاي. الماتش الجاي هنلعب سيلتا فيجو ودول الخامس من تحت ماتش بالنسبه لنا يعني يعتبر سهل يبدو شويه سهل. سهل بس خد بالك مفيش حاجه سهله في اخر خمس ست ماتشات دي بالزبط. يعني عامه في الكوره مش هيبقى في حاجه سهله تتابع الماتشات كمان كل 3 ايام بتلعب ماتش الموضوع صعب جدا اللعيبه برده جايه من فتره توقف طويله ضغط نفسي وعصبي بسبب فرق النقاط اللي خلاص يعني كله عمال يعني دوري على المحك يضرب كله بيضرب ماتش وماتش صح بالظبط. خد بالك كمان مع دخول تشامبيونز ليج لما تخش في شهر 8 فيعني الموضوع المدربين ليهم حسبه تانية خالص فالموضوع مقلق لا وبعدين في برشلونه في كذا لعيب من اللعيبه الاساسيين هم بدنيا قالوا شويه يعني اتفرج امبارح على مثلا بيكي قل شويه سيرجيو بوسكيتس قل شويه يعني برضو في حاجات بدنيه من اعمده الفرقه ممكن تتهز مع ضغط الماتشات دي يعني دي حقيقه. طب دوري برشلونه برضو هنشوف يا باشا هنشوف بس توقعاتك لنتيجه الماتش تقول لي النتيجه ونقفل. انا هسيب بقى توقع النتيجه دوت للناس اللي بتتفرج علينا عشان اللي هيتوقع نتيجه الماتش الجاي صح في الكومنتس هنخليه هو اللي يقدم الحلقه اللي وراها يبعت لنا فيديو على صفحتنا على الفيسبوك وهناخد الفيديو بتاعه زي ما هو نحطه مقدمة الحلقة اللي بعديها ان شاء الله. فانتوا بقى توقعوا نتيجة ماتش برشلونة وسيلتا فيجو ولا هيتوقع صح يبعت لنا فيديو على صفحتنا على الفيسبوك شجع كورة هنسيب لكم اللينك بتاعه دلوقتي. شكرا يا عم مصطفى وشجع كورة. شكرا يا كابتن رائد. شكرا